النهارده ان شاء الله بدايه انطلاقه جديده للمارد الاحمر النادي الاهلي في اولى مبارياته في افتتاحيه الدوري العام المصري 2019-2020. زي ما حضراتكم عارفين الدوري العام المصري هو البطوله المحببه لقلوب كل الاهلاويه. النهارده بدايه هذه الافتتاحيه وهي مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة، هذه المباراة التي سوف تقام في تمام الساعة 5:30 في ملعب الجيش ببرج العرب، إن شاء الله أولى مباريات النادي الأهلي بعد فوزه في المباراة الأخيرة على نادي الزمالك في السوبر المحلي لـ 2017-2018 بثلاثية مقابل هدفين. الحقيقة المباراة اللي فاتت كانت أو اتكلمنا عليها كتير جدا وقد إيه النادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره ومجلس إدارته وكل المسؤولين في النادي الأهلي كانوا فرحانين بهذه البطولة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم امبارح البطولة خلاص أو فرحة البطولة انتهت، ومن امبارح أو من أول امبارح كمان أصبح هناك تركيز على البطولة الجديدة وهي بطولة الدوري العام المصري، البطولة رقم 42. النادي الأهلي يدخل هذه المباراة وهو يبحث عن الفوز فقط، الفوز في هذه المباراة هو الأهم بالنسبة للنادي الأهلي ولجماهيره ولمجلس إدارته ولجهازه الفني. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين كرة القدم، وزي ما دايما أنا بقول لحضراتكم كرة القدم فيها ثلاث نتائج، الفوز والتعادل والهزيمة. النادي الأهلي يبحث دائما عن الفوز في كل المباريات اللي بيلعبها، خصوصا لما بيترجع مباريات الدوري العام. الكل زي ما حضراتكم عارفين بيفضل يفكر ان هياخد الدوري وكذا وكذا وكذا، ولكن يظل دائما النادي الأهلي هو الأكثر عددا في البطولات، بطولات الدوري العام 41 بطولة، 41 بطولة آخرهم كانت البطولة السابقة، وكان زي ما حضراتكم شفتوا كان هناك صعوبات كبيرة جدا جدا، ولكن النادي الأهلي استطاع أن يفوز بهذه البطولة الأخيرة، بطولة الدوري رقم 41 بفارق 8 نقاط عن تاني أو وصيف الدوري العام المصري نادي الزمالك، وكان زي ما حضراتكم شفتوا مباراة مهمة جدا في يوم الجمعة اللي فات، واستطاع النادي الأهلي أن يفوز 3-2 على نادي الزمالك. أداء كان جميل جدا في 60-65 دقيقة الأولى، وال30 دقيقة الأخيرة أو ال25 دقيقة الأخيرة كان هناك اثنين السردباكين أو الاستوبارين اللي كانوا موجودين، الحقيقة واحد اتصاب في أول 10 دقايق وأول نص ساعة وطلع محمود متولي، وبعد كده ياسر إبراهيم، فعملت لنا مشكلة كبيرة جدا. استطاع من خلال هذه المشكلة نادي الزمالك إن هو يلعب ال 20 دقيقة الأخيرة ويحرز هدفين، ولكن النهارده بطولة جديدة، شكل إن شاء الله جديد، هنشوف تغيرات أو مفيش تغيرات لسه مش عارفين، هقول لحضراتكم التشكيل لما يظهر بشكل رسمي للنادي الأهلي. الكل الآن ينتظر، الكل الآن يركز في مباريات الدوري، خصوصا لما هتيجي تلعب فريق زي نادي سموحة. نادي سموحة في ملعبه ووسط جماهيره في ملعب الجيش في برج العرب مع مديره الفني الكبير الكابتن حسام حسن، واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر خلال الفترة الأخيرة، بيعمل حماسة كبيرة جدا جدا، غير ان انت بتلعب النادي الاهلي حماسة وجود الكابتن حسام حسن الحقيقة بتعمل مباراة جميلة جدا من الناحية الحماسية. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراة تليق باسم نادي الاهلي ومباراة تليق باسم نادي سموحة، ونشوف فنيات جميلة ان شاء الله في ارض الملعب.